أنا أحتج، إذا أنا موجود. هذا هو شعار المرحلة في المغرب، كل شيء كيحتج على كل شيء، ماشي أنا اللي تنقول، راه الواقع اللي تيقول، وحتى الأرقام الرسمية. الأرقام الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كتقول بأنه كان أزيد من 2000 مغربي كيتظاهر يوميا، وأن عدد المظاهرات واحتجاجات في اليوم وصلت ل 47 مظاهرة. تخيلوا معي هذا الرقم، هذا يعني أن الأوضاع في البلاد ماشي هذيك، وأن الاحتقان الاجتماعي في المغرب غادي تزيد، وماشي بعيد كاع أن هذه الاحتجاجات تحول الطرف ديال الخبز كيف ما تنبأ لها سابقا سي حسن الفد. أنا ما كنطالبش، أنا محتج محترف، كارت فيزيت. لا حتى جيتيني خوك راه حار، وقفة احتجاجية اضراب مسيرة اللي خصاتك. غنجي عندي غير الموقف هنا، الموقف هنا تلقاني. وباش نوضح الصورة اكثر غادي نستعن بهاد الورقة. سيد مصطفى رميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان صرح بلي السنة الماضية عرف تنظيم ما مجموعه 17511 احتجاج بمشاركة حوالي 853900 مواطن، اي بمعدل مشاركه ديال 2337 مواطن يوميا في هذه الاحتجاجات. ارقام كبيره بصيف ما تلفت. او بالمناسبه راه كاين في المغرب 130 الف جمعيه، لا تقولوا زعما ما عندناش المجتمع المدني. وهذه الاحتجاجات هي اغلبها قضايا اجتماعيه للمواطنين وبعض المنظمات المجتمع المدني. لا لا انما انما حيثما لا لا انما انما حيثما وبالحديث عن الاحتجاج لا يمكن طبعا ان نغفل على موضوع ثورة التلاميذ على الساعة الإضافية اللي عرفنا طبعا بداية هذا الأسبوع، واللي بالرغم من ان بعضها كان سلمي بحال هذا الفيديو هذا. في بعضها كانت هناك أخطاء، وكان بعض الشغب وفوضى، وكان فيها تكسير ممتلكات عامة وخاصة، وفيها حتى إهانة وإحراق العلم الوطني. واللي ما عرفوش هاد الدري هو أن القانون المغربي يجرم هاد الإهانة ديال العلم الوطني، وممكن توصل العقوبة الحبسية من 6 شهور حتى 5 سنين، وغرامة مالية من 10000 درهم يعني مليون حتى 100000 درهم يعني 10 المليون. وليس هذا فقط، فمجموعة من التلاميذ كانوا كيرددوا واحد الشعارات اللي كانت فيها بزاف ديال الألفاظ والكلام النابي، يعني يحبذ لو أن هاد التلاميذ كانوا يتفادوا هاد المصطلحات لأنها أساءت للمظاهرة ديالهم اكثر مما خدمتهم. مطلبكم مشروع، وفعلا هي ضرت بالجميع، ولكن ماشي بهذا السلوك، لان القانون في المغرب ما كيرحمش احمادي. عرفتي باش تكون كتحارب مع نفسك الاماره لا ماشي بالسوء ولكن بالقرارات العشوائيه، راه خاص تكون سميتك العثماني. علاش؟ حيت رئيس الحكومه ديالنا ربما هو الرئيس الوحيد في العالم اللي خرج بواحد البلاغ كيندد فيه بالقرار اللي نزلت به الحكومه اللي هو اصلا الرئيس ديالها. مهم واحد الحريرة وصافي. وباش نوضح الموضوع اكثر لمن لا يعرفه طبعا، فالسي العثماني باعتباره الامين العام لحزب العداله والتنميه خرج مؤخرا بواحد البلاغ فيه مجموعه من المعطيات والمعلومات والقرارات، بما فيها انهم يدعون ويطالبون الحكومه بالاستجابه والاستماع لمطالب المواطنين فيما يتعلق بالساعه الاضافيه، في حين ان رئيس الحكومه اللي هو سعد الدين العثماني هو اللي اصدر القرار الموقع عليه. بصراحه هادشي ما عرفناش واش انفصام في الشخصيه ولا اضطراب ثنائي القوط ولا ما نعرفش، ربما السيد العثماني محتاج انه يمشي يشوف شي طبيب نفساني، وهو في الغالب غادي يمشي يشوف مع راسه حيت هو اصلا طبيب نفساني. واخيرا الحلم المغربي تحقق، البراق القطار فائق السرعه او لا بحال اللي كاع كيعرفوا الناس التي جي في، بدا الخدمه من بعد ما تصرفت عليه واحد 22 مليار درهم. لا 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 نحتاج المال كي نستاد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلا لا 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 نرضى
يعني مليار درهم شحال فيها ديال الفلوس؟ مليار درهم فيها 100,000 مليون، 100,000 مليون سنتيم. المهم مليون درهم هو 100 مليون، مليار درهم هو 100,000 شي حاجه ما عرفتش. المهم حسبوها بيناتكم. المشروع ديال التجربة في المغرب دازوا عليه 3 ديال الرؤساء فرنسيين. في 2007 تلونسا في العهد ديال نيكولا ساركوزي. في 2015 جا الرئيس فرانسوا هولندي يضرب واحد الطليلة يشوف المشروع فين وصل. ايوا وفي 2018 دشن هذا المشروع او دشن تجي في الرئيس ماكرون. ولكن علاش فرنسا؟ لان فرنسا هي مولات 51% من مشروع التجي في المغرب، والمغرب اعطى 28%، وما تبقى توزع بين مجموعه الدول العربيه منها السعوديه والامارات وشي حاجه اخرى الكويت. ولكن النقاش المهم حاليا هو واش المغاربه غادي يزعموا يطلعوا في التجافي ويركبوا ويسافروا مرتاحين. باش نعرفوا درنا واحد السونداج عندنا في الصفحه ديال الموقع الدار في فيسبوك، وكانت هذه هي النتيجه. اضافه لهذه النتيجه ديال هذا السونداج كانت واحد بعض التعليقات تشوفوهم معنا. واحد المهم خصني نقولها لكم هو ان اصلا هذا التجي في هذا ما غاديش يمشي ب 300 كيلومتر في الساعه ولا اكثر، غادي يمشي من طنجه للقنيطره 180 كيلومتر، ومن قنيطره لكازا 160 كيلومتر. اذا جينا نشوفوا صراحه هذا هو واحد الجهه غادي يحافظ على الرقم القياسي ديال لونسير في التحطاب، وغيبقى محافظ يعني باش نقول لك غيبقى وفي لك الشعار ديال لونسيف اللي هو ما عمرنا ما نوصل لكم في المواعيد. وثانيا باش نتكيسوا على السكك الحديديه اللي عندنا واللي ورثناها من عهد الاستعمار الفرنسي عاوتاني. وعموما افضل ما يمكن ان نختم بها هذه الحلقه وهذا الموضوع هو الصوره ديال التجربه براسها اللي فيها اللوغو مقلوب، يعني التجربه غادي هكا واللوغو غادي هكذا. هذا ربما كيلخص الوضع العام ديال نقل السكاكين في البلاد اصلا. عندنا رون فهمتي.